أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله عن خالص شكرها وتقديرها للرعاية الملكية التي يحظى بها القطاع الزراعي في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدة سموه بانعكاسات هذه الرعاية السامية على نهضة القطاع الزراعي وتسارع وتيرة الجهود الوطنية لتكريس ثقافة نشر المساحات الخضراء في مملكة البحرين كسمة حضارية وإنسانية ودعم الأنشطة والبرامج الخاصة لرفع مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يدعم الاقتصاد الوطني. واستذكرت سموها حفظها الله الجهود التاريخية العريقة لحكام الخليفة الكرام وباهتمامهم بالتنمية الزراعية ودعمهم للعديد من النشاطات المتخصصة، وفي مقدمتها معرض البحرين للحدائق الذي انطلق كحدث وطني منذ خمسينيات القرن الماضي، الأمر الذي هيئ مملكة البحرين لتكون حاضنة لمثل هذه التوجهات الحضارية والداعمة للبيئة مع التركيز على تأمين احتياجاتها الزراعية وتلبية متطلبات أمنها الغذائي. ودعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لدى افتتاحها المعرض هذا المساء الذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى إلى الاهتمام بسلامة الغذاء وصحة الإنسان من خلال الإنتاج السليم الذي يضمن تقديم منتجات زراعية آمنة وذات جودة عالية وتجنب الممارسات الزراعية التي من الممكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة للإنسان. مؤكدة سموها في هذا السياق بأن شعار المعرض لهذا العام جاء ليلقي الضوء على الجوانب والممارسات الزراعية الصحية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من خلال عرض أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج الزراعي وري المزروعات لضمان جودة وسلامة المحاصيل وبالتالي الارتقاء بالنظام الغذائي ورفع جودة حياة الإنسان. وقد تفضلت صاحبة السمو الملكي بتكريم الفائزين في مسابقة نادي البحرين للحدائق حيث فاز كل من فائق العوضي بكأس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في فئة الحدائق ونجاح الخضر بكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة عن فئة الزهور وطارق جابري عن فئة الخضروات. وفاز الدكتور أحمد عبد الله بكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة عن فئة التصوير الفوتوغرافي للمحترفين وإسحاق مدن عن فئة الهواء ونورة حمد صالح عن فئة الطلبة. كما فاز السيد أيمن جابري بكأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة عن فئة أفضل حديقة بيئية وطاهرة جابري بكأس سمو الشيخ حيا بنت محمد الخليفة لأفضل عرض للنباتات النادرة والغريبة. هذا وطلعت سموها حفظها الله على منصات العرض المختلفة التي استضافت أكثر من 155 عارضا من المؤسسات الرسمية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والمشاتل الزراعية في مملكة البحرين إلى جانب عدد كبير من الشركات المتخصصة في المجال الزراعي من مختلف دول العالم إلى جانب عدد من الشركات الزراعية من دول إقليمية وعربية. يحتضن المعرض جناح سوق المزارعين حيث يشارك 14 مزارعا بحرينيا ممن تم اختيارهم بالقرعة لعرض منتوجاتهم المحلية المتنوعة والمتميزة وذلك بهدف تشجيع المزارعين ودعم المنتج المحلي وإيجاد منافذ تسويقية مختلفة. كما يشتمل المعرض على جناح مخصص للأطفال باسم حديقة خلاصي بهدف توعيتهم من خلال العديد من النشاطات بالممارسات والأنماط الغذائية الصحية. هذا وتنظم المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي دورات متخصصة على مدى فترة المعرض حول جودة المنتجات الغذائية بالتعاون مع 4 شركات يونانية متخصصة في إنتاج الأغذية العضوية. تهدف هذه الدورات إلى تعريف المختصين بأساليب الإنتاج وفتح آفاق التعاون لشركات تجارية جديدة بين البحرين واليونان. Thank you.
زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي أبرز أهداف معرض البحرين الدولي للحدائق. هذا المعرض الذي استطاع أن يتجدد في كل نسخة بمضامينه ومبادراته وأفكاره نجح بأن يكون اليوم منصة تجمع مجموعة من العارضين والخبراء والهواة في المجال الزراعي. الحمد لله رب العالمين على مدى أمر المعرض بهذا الشكل اللي استحدث صاحبة السمو الملكي الأميرة سبي شبت إبراهيم آل خليفة قرينة أهل البلاد المفدى حفظهم الله في عام 2003 يوم أطلقت كفكرة للبحرين لخدمة القطاع الزراعي بشكل عام. والحمد لله رب العالمين قطعنا شوط طويل من ذاك اليوم إلى اليوم بحيث الآن أصبح منصة قوية نعتمد عليها اعتماد كلي في إطلاق شركات جديدة، في إطلاق استثمارات جديدة، في إطلاق مشاريع جديدة، وكل الناس أصبح لهم نوع من الحافز لأنهم عدد كبير منهم يشاركون معنا بشكل سنوي. المعرض هذا العام اتسم بحضور مميز من المشاركين والعارضين من دول عربية وعالمية، إضافة إلى المشاركات المحلية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجناح المزارعين البحرينيين. مشاركتنا طبعا الهدف الرئيسي منها بأننا نحن نعكس ما توصلنا إليه فيما يتعلق بالسلامة الغذائية وأيضا استدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي أو في دولة الإمارات بشكل عام. فالفائدة الرئيسية هي احتكاكنا أيضا بزملائنا من البحرين سواء كانوا من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، أيضا الدول اللي مشاركة معنا من خارج البحرين مثل ما قلنا هي عبارة عن عكس لإمكانياتنا وخبراتنا في هذا المجال. المشاركة المغربية نهدف من خلالها التعريف بمستوى الذي وصل إليه المغرب في سياسته الفلاحية وخاصة فيما يتعلق بالميدان الزراعي والفلاحي، إنشاء علاقات استراتيجية على الأمد الطويل في الميدان الزراعي بين الدولتين الشقيقتين وبين الفاعلين الذين يهتمون بالقطاع الزراعي. هذا الموضوع مثير للاهتمام وهو الموضوع الزراعة والبيئة، وأنا سعيد وفخور كوني جزء من هذه الفعالية، وأنا من جمهورية مالي وقد تمت دعوتي لعرض أعمالي المكونة من النسيج والصبغات الطبيعية. ما أعرضه هنا مميز حيث يمكنني تصنيع الدرجات من لون الأزرق ومن أوراق الخضراء. نجاح المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي انعكس اليوم على أروقة وأجنحة المعرض، فالمبادرة التي حملها المعرض في طياته والأفكار والابتكارات المتميزة والجديدة التي شهدها القطاع الزراعي كانت شاهدة على تطور القطاع في المملكة، خاصة وأن كل الأنظار تتجه اليوم إلى تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار فيه.